وكيل قيم البرلمان بيصرح وبيقول مطالبة العالم بتطبيق تجربة الرئيس السيسي في المواطنة والتعايش السلمي دليل على نجاحها وتميزها. وجه النائب أحمد مصطفى الفرجاني عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على نجاحه الأممي والدولي الكبيرين في نقل واستعراض التجربة المصرية التي حققها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي في سابقة دولية لم يشهدها العالم كله. فيما يتعلق بتحقيق دولة المواطنة المتكافئة ودورها في محاربة التمييز على أساس ديني وتجربتها في حماية دور العبادة ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. واعتبر الفرجاني في بيان لي أصدره أمس أن ردود الفعل الدولية واسعة النطاق حول حديث دكتور محمد مختار جمعة عن هذه التجربة بمثابة دليل على أنها حققت نجاحات كبيرة ومبهرة وأصبحت نموذج رائع بيطلب العالم كله بتطبيقها. وأكد أن أكبر دليل على ذلك إعراب ممثل الفاتيكان في اللقاء عن أمنيته أن تعم التجربة المصرية للعالم كله وأن تعبر حدوده. أيضا إشادة ممثل مجلس الكنائس العالمي اللي وجه الشكر لمصر والرئيس السيسي والتجربة المصرية في تعزيز التسامح الديني وإشادة المطران لوقا مطران سويسرا وجنوب فرنسا بالعرض المشرف بل المذهل اللي عرض وزير الأوقاف وقال بالحرف أدعو العالم كله للاطلاع على أرض الواقع على التجربة المصرية الفريدة في تحقيق المواطنة المتكافئة واحترام الإنسان. الحقيقة إن هي تجربة مميزة جدا طبعًا. ورائعة يعني مش بس داخل مصر ده يعني على مستوى العالم لما يكون في إشادات عالمية بهذه صحيح. التجربة المصرية وإحنا مصر طبعا يعني بلد الوسطية من القدم طبعا بنتعايش على بالزبط. الأرض الواحدة بدون أي شكل من مفيش أشكال مفيش أي فرق ما بين مسلم ومسيحي عمرنا ما شفنا ده في حياتنا أو في بيوتنا أو في أحيائنا المصرية. جميل جدا في المشاركة الخاصة بوزارة الأوقاف في مؤتمر جنيف انه في حضور لبلد الازهر، الازهر بتتسمع كلمته في الخارج، العالم كله عايز يتابع الخطاب الديني ازاي بيتم يعني تجديده، ازاي بيتم تقديمه بشكل يشيع قيم مهمه جدا، العالم كله محتاجها الحقيقه، قيم العقلانيه والتسامح والحوار وقبول الاخر، فيعني جهد مشكور جدا ومقدر لوزاره الاوقاف.